إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد جعل الله تعالى العمل وظيفة الأحياء، وجعل السباق في إحسانه وإتقانه سر الخليقة وأساس الحساب يوم القيامة، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا هو السر في خلق الإنسان، السر في ذلك في حياته وفي مماته: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما من آية في كتاب الله ذكرت الإيمان مجردا، لا يوجد في كتاب الله تعالى آية واحدة أمر الله تعالى فيها بالإيمان المجرد، فجميع آيات القرآن الكريم يقرن فيها ذكر الإيمان، إما بالعمل الصالح أو بتقوى الله أو إسلام الوجه له أو إسلام الدين له، وهذا يدل على وجود صلة وثيقة بين الإيمان والعمل الصالح، بينهما صلة آصرة لا يعروها وهن، لا ولا يستوي الأعمى والبصير، كما قال تعالى: ولا يستوي الأعمى والبصير. ثم قال: ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لا يستويان، الذي آمن وعمل الصالحات هذا لا يستوي مع المسيء. ولذلك فالنطق بالشهادتين إنما هو بداية لما بعده من العمل الصالح. أما التوحيد النظري، التوحيد الذي لا يؤثر ولا يسيطر على القلب والجوارح ويبعثها على العمل، هذا توحيد شكلي، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوحيد العملي في كتابه، وجعل لهذا التوحيد جزاء، هذا التوحيد العملي جعل له جزاء في الدنيا والآخرة. فالأعمال الصالحة ضرورية لكل مسلم، وسينال جزاءها في الدنيا قبل الآخرة. فمن جزاء العمل الصالح في الدنيا حسن رعاية الله لعبده. المؤمن إذا عمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالى سيرعاه رعاية حسنة، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن الله تعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا العمل النافلة، العمل الصالح، يقربك من الله، يحببك إلى الله، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من جزاء العمل الصالح في الدنيا أيضا إلقاء المحبة في قلوب المؤمنين. فالمؤمن الذي يعمل الصالحات هذا من جزائه في الدنيا أن الله تعالى يلقي محبته في قلوب المؤمنين، فيحبه أهل الإيمان. ويدل على هذا قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
سيحبه وسيحبه أهل الأرض. والمقصود بأهل الأرض المؤمنون من أهل الدنيا. من جزاء العمل الصالح في هذه الدنيا الذكر الحسن، كما قال تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا، وآتيناه أجره في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى جمع لإبراهيم عليه السلام السعادتين، جمع له بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أسعده في الدنيا، فلا أحد على وجه الأرض من المسلمين ومن أهل الكتاب أيضا إلا ويثني على إبراهيم عليه السلام. الناس كلهم يحبونه ويثنون عليه ويوالونه، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة من اليهود وجماعة من النصارى اختلفوا فيما بينهم. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في إبراهيم؟ قالت اليهود: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فنزل قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وقد أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. كيف تقولون إنه يهودي وهو كان قبل موسى عليه السلام وقبل عيسى؟ ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا من جزاء العمل الصالح في الدنيا. من جزاء العمل الصالح في الدنيا تفريج الكروبات، وقد دل عليه قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله بفعل طاعته واجتناب معصيته وهذه الأعمال الصالحة يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبب لتفريج الكروبات وسبب للرزق، فعملك الصالح ينفعك في هذه الدنيا. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلنا فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم الغار، فلما أيقنوا بالهلاك دعا كل واحد منهم بعمله الصالح، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم كربتهم. فالعمل الصالح يفرج عنك الكربات. تتوسل إلى الله تعالى إذا وقعت في مصيبة، تتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح. وهذه الأعمال الصالحة ينتفع بها المؤمن، ينتفع بها في الدنيا وينتفع بها في الآخرة. وفي مقدمة الأعمال الصالحة العبادات التي جعلها الله تعالى أركانا في الإيمان به، التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه العبادات تقع في مقدمة الأعمال الصالحة، إلا أن مفهوم العمل الصالح في الإسلام أوسع من هذا وأشمل. العمل الصالح في الإسلام لا ينحصر في العبادات الأربع، بل هو أوسع من هذا، يدخل في ذلك كل ما ينتفع به الناس، كل عمل يقوم به المؤمن وينتفع الناس به فهو عمل صالح، كبناء المساجد وإنشاء المدارس أو المستشفيات أو المصانع أو كفالة اليتامى أو مواساة الفقراء وإرشاد الضالين وتعليم الجاهلين. هذه كلها أعمال صالحة، كلها تدخل في العمل الصالح. حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. بل إن الإحسان إلى البهيمة بنية حسنة يكون صدقة على العبد. ولهذا ورد أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الأعمال الصالحة على مراتب متفاوتة، فقال: الإيمان 74 شعبة، ليست شعبة واحدة، هي أكثر من 70 شعبة.
فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإيمان شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ويقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا هو العمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقر المعروف ولو كان يسيرا، ولو كان كلمة طيبة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه فيه ابتسامة، هذا يكفيك، هذا من المعروف، من العمل الصالح. جاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة، يعني واجبة، يجب على كل مسلم أن يتصدق. قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فإن لم يجد، ليس عنده المال. قال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد، ما عنده شيء، لا يقدر على العمل. قال عليه الصلاة والسلام: يعين ذا الحاجة الملهوف. تعين أخاك على حمل شيء أو نحو ذلك. فقالوا: فإن لم يجد، حتى هذه ولا يجدها. قال عليه الصلاة والسلام: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. هذا من العمل الصالح، أن تمسك شرك عن الناس. أمسك لسانك عن الغيبة، أقل شيء أن تمسك لسانك عن الشر، لا تؤذي المؤمنين، فهذا عمل صالح. ولهذا فإن كل مسلم يؤدي رسالة لأمته فهو في عمل صالح. كل من يؤدي رسالة في عمله فهو في عمل صالح. فالمعلم مثلا في قسمه يؤدي رسالة فهو في عمل صالح، أو المدير في إدارته، والطبيب في عيادته، والعامل في مصنعه، والمزارع في مزرعته، وصاحب القلم المصلح، هؤلاء كلهم وغيرهم، المنظف الذي ينظف الأحياء والشوارع، هذا في عمله هو في عمل صالح، إذا أخلص نيته لله تعالى فهو مأجور على ذلك. وهؤلاء جميعا لهم فضل عظيم وجزاء عند الله كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما داوم عليه صاحبه وثبت عليه، وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا عمل عملا أثبته ولو كان يسيرا. فليس الغرض أن تكثر من العمل الصالح ثم بعد ذلك تتخلى عنه دفعة واحدة، لا، أن تحافظ على اليسير من العمل الصالح، هذا أحب العمل إلى الله. فالعمل الصالح حتى لو كان يسيرا، إذا داوم عليه المرء واستمر عليه فإنه يجعل قلبه متعلقا بالله. من تعود مثلا على تلاوة القرآن ما بين صلاة المغرب والعشاء، وهذا عمل من أفضل الأعمال الصالحة، تجد قلبه معلقا بذلك الوقت، كلما وصل وقت صلاة المغرب يجد نفسه مضطرا إلى حمل المصحف وقراءة القرآن، قلبه معلق. كذلك في الذكر، إذا اعتاد على ذكر معين في وقت معين، كلما حان ذلك الوقت تجد قلبه يتحرك لهذا الذكر،
ولذلك فالاستمرار في العمل الصالح ولو كان يسيرا هذه هي فائدته. فائدته هو تعلق القلب بالله تعالى. المداومة على العمل الصالح تحفظ صاحبه من كل سوء، لا يصيبك سوء إذا داومت على العمل الصالح. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من حفظ حدود الله، فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي احفظ حدود الله، وحدود الله هي فعل الواجب وترك المحرم. من حفظ حدود الله حفظه الله في الدنيا والآخرة، حفظه من كل سوء في دينه وفي ماله وفي أهله وفي جسده، وحفظه أيضا يوم القيامة. المداومة على العمل الصالح أيضا سبب في حسن الخاتمة. من داوم على العمل الصالح وفقه الله تعالى، من جاهد نفسه في العمل الصالح وفقه الله تعالى لحسن الخاتمة، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المداومة على العمل الصالح أيضا سبب في محو الذنوب والخطايا. هذه الذنوب التي يقع فيها المؤمن في الدنيا، يقع فيها في كل يوم، هذه الذنوب تمحى بالمداومة على العمل الصالح. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. تصور الآن نهر يجري على باب بيتك، في كل يوم تغتسل خمس مرات، اغتسال تغسل جسدك كله خمس مرات في اليوم وتداوم على ذلك، هل يبقى فيك وسخ؟ أبدا، ستكون أنظف الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا مثال حسي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس. فهذا الذي يغتسل خمس مرات في اليوم يتطهر ويتنظف ويكون أنظف الخلق، كذلك هذا الذي يصلي خمس صلوات في اليوم ويحافظ عليهن يمحو الله بهن الخطايا. وجاء أيضا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال هذه الكلمة الطيبة سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم متفرقة، حتى لو فرقها، أن يقول هذه الكلمة 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انظر إلى المداومة على العمل الصالح ماذا يترتب عليها. أنت تداوم على ذكر معين، على التسبيح دبر الصلوات، أو في أوقات الفراغ تسبح، تدعو الله عز وجل، تصلي، تعمل عملا صالحا، تقرأ القرآن، هذه كلها مكفرات للذنوب، لا سيما إن داوم عليها صاحبها. المداومة على العمل الصالح أيضا سبب للتيسير في الدنيا والآخرة. إذا داومت على عمل صالح ولو كان يسيرا فإن الله ييسر عليك في الدنيا والآخرة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا إلا أنه كان صاحب مال وكان يقرض الناس ويأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرين، فلقي الله فتجاوز الله عنه، لأنه داوم على هذا العمل الصالح، كان يتجاوز عن المعسرين ولا يطالبهم بتسديد الديون، فلما لقي الله عز وجل يوم القيامة تجاوز الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا فيقول:
من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا أن هذه الأعمال الصالحة على كثرتها وتنوعها، ومهما اجتهد المؤمن في الإتيان بهذه الأعمال الصالحة فإنه غير مؤهل لدخول الجنة إذا لم يقترن هذا العمل الصالح بمغفرة من الله ورضوان. فالعمل الصالح وحده لا يدخلك الجنة إلا أن يتغمدك الله برحمته، لأن هذا العمل الصالح لا يساوي شيئا مع نعم الله عليك. لو وضعت نعمة من نعم الله في كفة ووضع عملك الصالح كله في كفة أخرى لرجحت كفة النعمة. انظر إلى نعمة العقل، لو تعبدت لله 1000 سنة لن تؤدي قدر هذه شكر هذه النعمة. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام وغيرها من النعم التي أنعم الله بها علينا. ولذلك فالمؤمن يعمل العمل الصالح طاعة لله تعالى، ومع ذلك فالواجب عليه أن يعلم بأن دخوله الجنة إنما هو فضل من الله. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالمؤمن يرجو رحمة الله، قلبه معلق بالله، لا يتعلق بعمله فقط، لا يعتمد ويتكل على عمله، بل يعتمد على مغفرة الله وعفوه ورحمته، فيعمل الأعمال الصالحة طاعة لله ويرجو رحمة الله بعد ذلك. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الأعمال الصالحة التي يجتهد المؤمن في الإتيان بها في هذه الدنيا سيأتي عليها يوم، أو سيأتي عليه يوم تطوى فيه صحيفة عمله. صحائف الأعمال اليوم منشورة، ما من واحد منا إلا وصحيفة عمله منشورة، والملائكة تكتب فيها ما يعمل. لكن سيأتي عليك يوم تطوى فيه هذه الصحيفة فلا تستطيع أن تزيد فيها حسنة واحدة ولا أن تنقص منها سيئة واحدة، تطوى الصحف. ولذلك المؤمن ما دامت صحيفته مفتوحة يجتهد في العمل الصالح. وبعض الناس اليوم لا يعملون شيئا من الأعمال الصالحة، لا يصلي. متى تصلي؟ عندما تطوى صحيفتك عندما تموت؟ متى تصوم؟ عندما تطوى صحيفتك عندما تخرج من الدنيا وتموت؟ إذا مات الإنسان طويت صحيفة عمله، انتهى الأمر، يبدأ الحساب. ولذلك اجتهد ما دمت في الدنيا، ما دامت الصحيفة مفتوحة فاملأها واعمرها بالخير، لأنه سيأتي يوم ولا أحد يدري متى سيأتي يومه. سيأتي ذلك اليوم الذي تطوى فيه صحيفتك في لحظة واحدة، في لحظة تطوى وينقطع عملك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن هناك أعمالا تبقى آثارها بعد الموت، تتجدد لك بها حسناتك حتى بعد الموت. جاء هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. إذا مات الإنسان انقطع كل عمله، العمل الصالح والعمل السيء، إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حتى لو مات الإنسان
فإن عمله لا ينقطع إذا خلف وراءه واحدا من هذه الثلاث: صدقة جارية، أن يترك كبناء المسجد مثلا، أو أن يترك وقفا أو نحو ذلك، فهذه الصدقة الجارية إذا استعملها غيره وانتفع بها فإن الأجر يصل إلى هذا الميت حتى تزول وتفنى. كذلك العلم، من ترك وخلف وراءه علما ينتفع به، ينتفع المسلمون به، فإنه يؤجر ويثاب ويبقى ذلك إلى الأبد، إلى أن يزول. وهذا ليس خاصا بالعلماء، عندما نقول أن يترك علما ينتفع به هذا ليس خاصا بالعلماء، حتى من هو دون العلماء، حتى العامي بإمكانه أن يترك وراءه علما ينتفع به. فالذي يقوم بطباعة الكتب ونشرها وتوزيعها، يوزعها مجانا للناس ليقرأها المسلمون وينتفعوا بما فيها من العلم، هذا أيضا ترك وراءه علما نافعا. وضع المصاحف في المساجد، وضع كتب العلم في المكتبات، إعطاؤها أو شراء الكتب لطلبة العلم، هذا كله يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له أن يخلف وراءه ذرية صالحة، ولدا صالحا يدعو له فيصله الأجر. وهذا عندما يقول ولد يدخل في ذلك الأحفاد وأحفادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما دام أنه بقي من نسلك أحد يدعو لك فالأجر يصلك. ولهذا فالمؤمن يسعى في إصلاح أولاده، يسعى يجتهد في أن يخلف وراءه ذرية صالحة لا ذرية طالحة. أن تسعى حتى إذا خرجت من هذه الدنيا وطويت صحيفة عملك يصلك الأجر إذا خلفت وراءك ذرية صالحة تعبد الله. ولهذا فالمؤمن يحرص على أن يخلف وراءه ولدا صالحا أو صدقة جارية أو علما ينتفع به، فهذه كلها أعمال يصلك أجرها عند الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.